بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الامتحان يا شباب اللي نزلناه امبارح بالليل على الوحدة الأولى. الامتحان ده هو أول امتحان في سلسلة امتحانات الوحدة الأولى، يعني مش هيكون امتحان واحد أبدا. عشان كده زي ما أنا كاتب لك فوق كده مكتوب عليه الامتحان الأول على الوحدة الأولى. الامتحان ده خاص بالكلمات بس. طب هل هو ده الوحيد على الكلمات؟ لا، هنعمل الامتحان ده على الكلمات، وكمان امتحان بعده على القواعد، وبعدين امتحان تاني بعده شامل كلمات وقواعد، بحيث نمتحن كتير على الوحدة، فحضرتك تتقنها وتشربها زي ما انت فاهم، عشان الأسئلة والحل هم الحل والطريقة انك توصل للدرجة اللي انت محتاجها. قبل ما ابدأ احل، عايز اقول لك ان احنا نزلنا على الوحدة الأولى 8 فيديوهات. الثمان فيديوهات كلهم موجودين في البلاي ليست الخاصة بشهر 10، فحضرتك اكيد لو انت مشترك في شهر 10 هتلاقيها موجودة عندك كاملة، ادخل عليها ولازم تسمع كل الفيديوهات. أول سؤال معانا بيقول لي it took me not 2 hours to get here. الموضوع استغرق مني ساعتين علشان اوصل هنا. يعني انت عارف الفرق بين الاثنين، بين كل الكلمات دي. النير يعني بالقرب من او بجانب، يعني راوند دي معناها لفه، لما يقول لك ذا فيرست راوند يعني اول لفه. يعني كلمه نير باي يعني مجاور، ودي صفه وظرف زي ما انت فاهم. نير باي هاوس يعني منزل مجاور. اقول لك دو يو ليف نير باي، هو انت عايش جنبنا هنا؟ طبعا الاجابه الوحيده هنا الصح هي كلمه نيرلي اللي معناها تقريبا. انا عارف الكتابه مش واضحه، بس هي اكيد في الورقه اللي قدامك واضحه. فبقول لك it took me nearly 2 hours، الموضوع خد مني تقريبا ساعتين عشان اوصل هنا. واحنا عارفين ان كلمه nearly ممكن نستخدم بدلا منها كلمه almost بنفس المعنى. الجمله الثانيه دي فيها خطا فني للاسف في الكتابه، يعني المفروض يبقى هنا experts. تعال نشوف. at school we always have meetings with not people. في المدارس دايما بيكون في اجتماعات ولقاءات مع الناس والخبراء. عايزك تعرف كده الاول، اقرا معايا الكلمتين دول. اعرف ان كلمه expert يعني خبير، فلما نقول expert يعني عين الخبير، يعني رؤية الشخص الخبير نفسه. طيب الحاجة التانية expert opinion معناها الرأي أو الرأي اللي بيجي لنا من شخص خبير. فلما أقول لك الحاجة الفلانية دي expert opinion، يعني ده رأي الخبراء فيها. expert advice يعني النصيحة اللي بتيجي من الشخص الخبير، مش معناها نصيحة خبيرة ولا رأي خبير، معناها الرأي الذي يأتي من الخبير، النصيحة التي تأتي من الخبير، وهكذا. كلمة expert ممكن نجيب بعدها اسم عادي جدا، فأقول لك إن an expert pilot يعني شخص طيار خبير. experts دي ما ينفعش نجيب بعدها اسم ابدا، دي زيها بالظبط زي كلمه substances. عارف انت لما تقول مثلا chemicals، chemicals دي مواد كيماويه، دي بتساوي اصلا chemical substances. يا ترى هينفع يا مستر نقول chemical substances؟ لا، فchemicals بتساوي chemical substances. ونفس القصه برضو experts يعني expert people، وهكذا. كلمه experience دي يجي بعدها اسم. خد بالك ان expert واسم او experienced واسم، لكن experts ما ينفعش بعدها اسم. برضه من الملحوظات اللي عايز تعرفها هنا، كلمه اكسبيرينسد لما نقول مثلا اكسبيرينسد دكتورز اللي هم الاطباء الخبراء، عايز تعرف ان كلمه اكسبيرت عكسها ان اكسبيرت، اكسبيرينسد عكسها ان اكسبيرينسد. دي اطلاله سريعه كده في الموضوع ده. اذا المهم، انت قلت لي اكسبيرتس ما يجيش بعدها اسم، وانا قدامي اسم هنا فمش هينفع. انا عارف انها مكتوبه قدامك في ورق اكسبيرت، وبكده تنفع دي. اكسبيرينس يعني خبره، واكسبيرمنت اللي هي التجربه العلميه، واكيد اكسبيرينسد دي الاجابه. اذا يا مستر انت اخترت الاجابه اكسبيرينسد تحديدا لان اكسبيرتس ما ينفعش بعدها بيبل. ان ذا وورلد، in the word undoubtedly، يعني في الكلمة اللي اسمها un وبعدين doubt وبعدين tedly. الكلمة ديت ايه كلمة doubt دي بتمثل ايه في الكلمة؟ هقول لك على حاجة، هو المقصود في الكلمة دي كالتالي. لما تيجي مثلا في كلمة تقول لي unthinkable، unthinkable، احنا اتفقنا يا مستر ان كلمة think يعني اعتقد، ده الكلمة الأساسية في apple وفي un. un دي احنا بنسميها prefix يعني المقطع البدائي، او المقطع اللي بيجي في قبل الكلمه، suffix المقطع اللي بيجي في اخر الكلمه. فالان بريفكس والابل suffix. كلمه سينك بقى دي حضرتك هي الروت بتاع الكلمه، الكلمه الاصليه يعني جذر الكلمه، او ساعات بنقول عليه ستيم. يبقى عايزك تفهم ان الكلمه الاصليه نفسها بنسميها روت وستيم. المشتقات بتاعتها لو احنا ضفنا في الاول مقطع يبقى بريفكس، لو ضفنا في الاخر مقطع فده اسمه suffix. السؤال بقى معناه هنا بيقول لك في الكلمه undoubtedly ذا نوت از داوت، كلمة داوت بتمثل ايه؟ هي الروت اللي في الكلمة اهي. طب ما دي ستيم، لا ده دي ستيم حضرتك، لما نقول سيلف ستيم تقدير الذات واحترام الذات. تو شو مي هاو، تو شو مي هاو ماي هاوس از ديفرنت، عشان تبين لي امي ان ازاي بيتي مختلف. مام كومبيرد ات ماي براذرز، عشان تبين لي ان بيتي مختلف فامي عملت ايه عشان تفهمني الاختلاف ده. بص يا سيدي، الفكرة في الموضوع ده ان كلمة كومبير، كومبير ممكن نستخدم تو بعدها، وممكن نستخدم وز. كومبير وز دي معناها يقارن عشان يبين لك الاختلاف والشبه. طب كومبير تو معناها يشبه. حلو، فامه عملت ايه عشان تبين له ان بيته احسن من بيت اخوه؟ مش هينفع تشبهه، اكيد بتقارنه، يعني كومبير وز. تعال نشوف بقى الاختيارات هنا كده. المفروض هنا نقول كومبيرد وز،
يبقى افهم الجمله. بقول لك عشان تبين لي الاختلاف يبقى كومبير ويز. طب لو عشان تبين لك السيميلاريتي او هاو سيميلار يبقى تقول كومبير تو. I don't like reading news papers. ما بحبش اقرا الجرايد. But I find myself forced to read the A to know what happens in my country. لكن انا بلاقي نفسي مضطر نقرا ايه عشان اعرف الاخبار واللي بيحصل في بلدنا. ديلز يعني اتفاقات ومعاملات. ديد لاين اللي هو الموعد النهائي، يعني بقول لك مثلا اخر يوم تقدم فيه لمسابقه معينه يوم 30/9، يبقى 30/9 دي بنسميها ديد لاين. هيد لاينز العناوين الاساسيه، وهيد كوارترز اللي هي مركز القياده، دي مش معانا. فانت بتقول انا ما بحبش القراءه بس ساعات بلاقي نفسي مجبر اقرا الهيد لاينز العناوين الرئيسيه عشان افهم اللي بيحصل في البلد. سوها ووز نوت تو فايند هير سوتابل هازبند. سوها كانت ايه؟ انها تجد الزوج المناسب ليها. اختار اثنين. بص يا سيدي، كلمه لك يعني حظ، كلمه لك يعني حظ. طب فورشنت يعني محظوظ، لاكي برضو محظوظ. فانت بتقول سوها كانت محظوظه يعني فورشنت، او لاكي اللي برضو معناها محظوظه. طب انفورشنتلي لسوء الحظ، فورشنتلي لحسن الحظ. فانت قلت لي بقى سوها كانت محظوظه، يبقى تاخد فورشنتلي سوري تاخد فورشنت ولاكي. طب امال امتى ناخد كلمه فورشنتلي؟ فورشنتلي معناها لحسن الحظ. فكان ممكن تقول لي فورشنتلي في اول الجمله كده، فورشنتلي وبعدين كما سوها فاوند هير سوتابل هاسبند. تاني كده، فورشنتلي سوها فاوند هير سوتابل هاسبند، يعني لحسن الحظ سوها وجدت زوجا مناسبا. يبقى الجمله رقم 6 باختصار تاني، سوها ووز فورشنت او سوها ووز لاكي، يعني سوها كانت محظوظه. هي جيتس انجري ايزلي، البني ادم ده بيتضايق بسرعه. نيفر ريزن هيم، حاول ان انت ما تجادلش معاه. ريزن ويز يعني يجادل معاه. I'd like to know what not you to do that. انا عايز اعرف بس ما الذي جعلك تفعل ذلك. لاحظ ان هنا في تو المصدر، حلو، انت عارف ليت مفعول مصدر وعارف ميك مفعول مصدر، فانت قدامك كوز وقدامك كوزد. ناخد يا ترى؟ المفروض انك انت بتقول I'd like to know what caused you to do that. امال امتى نستخدم كوز دي؟ بص حضرتك، لما تكون بتسال عايز تقول ماذا يحدث، فما ينفعش تقول وات هابن، هكتب دي الاول. بص معايا كده على الكلام اللي ظهر قدامك على الشاشه ده. اول حاجه كده عايزك تفهم، لما تحب تسال عن مجهول فانت بتستخدم الفعل المفرد. يعني ايه بسال عن مجهول؟ انا بقول لك هو فيزيتس يو ات هوم، مين اللي بيزورك في البيت؟ انا مش عارف، عشان كده قلت لك هو فيزيتس، فدي كده تبقى صح. لكن لو انا قلت لك هو فيزيت يو تبقى غلط، حتى لو انت عارف ان اللي بيزوره اكتر من شخص فلازم تسال بالمفرد برضه. عايز اقول لك ماذا يحدث عندما نغلي المياه مثلا، فاقول لك وات هابنز، ما الذي يحدث. لاحظ ان انت لازم تستخدم الاس هنا. طب لو انت قلت لي وات هابن ما ينفعش. عايز اقول ما الذي يجعلك تبكي، اقول لك وات كوزس يو تو كراي. طب لو انا قلت لك في الجمله وات كوز يو تو كراي، لا ده ما ينفعش. لازم لما نيجي نسال عن المجهول بنستخدم الفعل المفرد دايما، وبناء عليه هنا في الجمله دي. انت هنا لو انت عايز تستخدم مضارع حضرتك فانت كنت تقول لي causes. I always not you with your brother. You are alike. انت واخوك شكل بعض، فانا دايما اربككم، بلخبطكم في بعض. يبقى I always confuse. I always confuse you with your brother. او I always get confused. انا ببقى مرتبك. تامر is one of the students who not. بص يا سيدي، تامر بيكون. طبعا اوعى تمشي بمبدا ان one of بعدها اسم جمع فنختار فعل مفرد اللي هو makes. لا هقول لك، او does مثلا هقول لك لا. ترجم كده، انت تقول تامر يكون واحد من الطلاب الذين يؤدون بشكل جيد. انت قلت لك يؤدي ولا يؤدون؟ لا قلت لك يؤدون، يبقى الفعل كده جمع، وبالتالي هنستخدم كلمه دو. طب ليه مش ميك؟ عشان انت عارف المصطلح اسمه دو ويل، يعني يؤدي بشكل جيد. طب يا مستر، مش المفروض وان اوف بنجيب بعدها اسم جمع وبعدين فعل مفرد؟ هقول لك حاجه، لما تستخدم ضمير وصل هنا القاعده بتتكسر. طيب يبقى ممكن اقول لك وان اوف ذا بويز، يعني واحد من الاولاد از كولينج، واحد من الاولاد بينادى عليك، رد عليه. لاحظ ان قلت لك بعد وان اوف، بعد وان اوف جبت لك بعدها اسم جمع اللي هو ذا بويز، وبعدين خدنا الفعل مفرد. لكن لما تستخدم ضمير وصل هنا كده القاعده اتكسرت والموضوع لازم يتترجم. I am here to make not. انا هنا علشان اقدم او اصنع او قد اقوم بعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، انت ممكن انت عايز تقول لي انا عايز اشتكي، فتقول لي I am here to complain من غير make. I am here to complain او to make a complaint. وهنا هنروح للسبوره ثانيه واحده ونرجع تاني. ركز معايا في الكلمتين دول، بحاول اكتب قبل والفيديو واقف عشان ما يكونش الفيديو كبير عليك وانت وراك مذاكره انا عارف وهتزهق. بص يا سيدي، كلمه كومبلين يعني اشتكي، ممكن نستخدم بدلا منها ميك ا كومبلينت، يعني يقدم شكوى. بس اللي عايزك تنتبه له انك لازم تستخدم الايه دي، لو انت قلت لي ميك كومبلينت تبقى غلط. زيها بالظبط كلمه بروميس يعني يعد، بتساوي كلمه ميك ا بروميس يعني يقدم وعدا. بس عايزك تاكد انك لازم تقول ميك ا لازم تبقى موجوده في الجمله، والا يبقى الموضوع غلط. طيب فنرجع لموضوعنا بقى في الجمله الاصليه اللي كنا بنحل فيها. هنا بيقول لك يبقى ميك عايزين ا وبعدين كومبلينت، يبقى ميك ا كومبلينت الاولى. انتبه ان في اختيار من الاثنين، كومبلينت ما ينفعش من غير ا.
سامي as well as his friends. انت عارف يا مستر ان كلمة as well as دي لها قاعدة بتتكون من عنصرين اتنين وانا حافظهم زي اسمي. as well as لو جبنا بعدها الفعل على طول بنجيب له فعل مضاف له ing، فعشان كده ممكن اقول لك as well as reading books بالاضافة الى قراءة الكتب I do some activities. حلو، يبقى as well as في اول الجملة، as well as في اول الجملة نجيب بعدها الفعل مضاف له ing، او اقصد يعني as well as لو ما فيش بعدها اسم او كده. طيب لو انت جبت لي فاعل اولاني وبعدين as will as فاعل فاعل تاني، الفعل اللي هنا بيكون على حسب الفاعل الاولاني. حلو، طيب ما تيجي نروح للجمله بقى نشوف الجمله كانت بتقول ايه. بيقول لك سامي as well as his friends not TV. بص يا مستر، انا عندي سامي فاعل مفرد وهيز فريندز فاعل جمع، امشي على مين؟ هتمشي على الفاعل الاولاني اللي هو سامي. طيب فهتقول لي بقى سامي ده مفرد، فلو المفروض عايزين نستخدم لايك المفروض ما تنفعش، المفروض نقول لايكس. طب دي هاف دي جمع ما ينفعش، طب هاف برضو ما تنفعش، يبقى الاجابه هنا اصبحت لايكس. يبقى سامي as well as his friends likes TV. حتى انت بتقول لنفسك سامي ده عامل زي اصحابه بيحب التلفزيون، يبقى احنا استخدمنا لايكس عشان هو على الفعل الاولاني. الجمله 13 I don't know what I would do if I were in your ايه. انا بصراحه ما اعرفش ايه اللي انا ممكن اعمله لو كنت انا في موضعك، في الوضع الذي انت فيه، وبالتالي موضع وضع اسمها بوزيشن. وما تنساش ان بوزيشن دي قلناها بحوالي 8 معاني مختلفين، عشان خاطري اسمع فيديو تحليل النص الاولاني هتلاقيها موجوده بالتحليل هناك. علي از كليفر نوت هي نيفر ترايز تو تشينج. علي ده ذكي، هو عمره ما بيحاول يتغير. فالطبيعي انك انت بتقول لي علي ده ذكي ولكنه عمره ما بيحاول يغير من نفسه كده ويستخدم حياته، يبقى ولكن يعني بطل. لاحظ ان كلمه بيكوز تنفع عشان بعدها جمله، لكن من حيث المعنى ما ينفعش. اقول لك علي ده ذكي لان هو ما بيحاولش يغير من نفسه. طب انسبايت اوف عايزه اوف طبعا ما ينفعش من غير اوف، وديسبايت عايزه بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او اسم. طيب وي انجويد اور داي ذا كولد ويذر، احنا استمتعنا باليوم بتاعنا الطقس البارد. اكيد احنا استمتعنا باليوم برغم الطقس البارد. انتبه ان ذا كولد ويذر دي اسم مش جمله سليمه، وانت عارف ان الزو عايزه جمله سليمه، وبط عايزه جمله سليمه او عايزه اسم بعدها عادي. طيب وهاويفر عايزه بعدها جمله سليمه، باقي معاك كمان سو عايزه جمله سليمه، اذن الاجابه اصبحت ديسبايت. طب انت قلت لي بقى احنا استمتعنا باليوم برغم الطقس البارد، طب ليه ما ينفعش بط بقى؟ هينفع تقول لي احنا استمتعنا باليوم ولكن الطقس البارد؟ لا، لكن انت كان ممكن تقول وي انجويد اور داي بات ذا كولد ويذر سبويلد ات، احنا استمتعنا باليوم ولكن الطقس افسده. طيب اللغه عايزه يا شباب ترجمه، والترجمه دي هي الحل الوحيد لكل مشاكلنا. This is your father، ده ابوك. Stop arguing him، ده يا ابني ده ابوك اللي انت بتكلمه ده. توقف عن arguing with، ان تجادل معه. حاجه كده زي نظام obey him يعني اطيعه، اطيعه. obey يعني يطيع. She not into her bag and produced a business card. طبعا دي الجمله دي انا جايبها لك منقوله نقل من قاموس اللونج مان. اللونج مان طبعا زي ما انت فاهم القاموس بتاع الوزاره، فهو حاجه محترمه كده، او القاموس اللي الوزاره متمنياه يعني متبنياه، مش هي اللي عاملاه. على اي حال الجمله دي عايزك تفهم ان كلمه ريتش انتو يعني مد ايده ناحيه او مد يده فيه. فانت لما تقول لي هي ريتشد انتو ذا فاز يعني مد ايده على الفازه. هي ريتشد انتو ماي لابتوب مش معناها وصل اللابتوب، معناها مد ايده عشان يمسك اللابتوب. فانت بتقول لي هي مدت ايديها في الشنطه وطلعت لنا من الشنطه بزنس كارد. طيب رقم 18 يو ويل نيفر بي ايبل تو نوت يور لوست تشانسز، عمرك ما هتبقى قادر انك تعمل ايه في الفرص اللي ضاعت منك، اكيد تعوض، اللي اسمها ميك اب فور. عمرك ما هتعرف تعوض الفرص بتاعتك اللي ضاعت اسمها ميك اب فور. دي بتساوي كلمه كومبنسيت، يبقى انا ممكن استخدم ميك اب فور وكومبنسيت. اي ريلي وونت to reach my objectives، انا فعلا عايز اوصل objectives. objectives هنا مقصود بها اهدافي، فهو بيقول لك الكلمه اللي تحتها خط دي معناها ايه اهدافي، يبقى اكيد goals. طيب objectives يعني اشياء، وطبعا انت عارف ان كلمه طبعا الكلمه دي مكتوبه بمقلوب للاسف، المفروض تبقى اي اي اللي اسمها بايس يعني فعلا، بس اللي هو التحيز. واكتيفيتيز الانشطه. my parents encouraged my not in science، والداي شجعوا الايه بتاعي في العلوم، اكيد شجعوا اهتمامي بالعلوم، يبقى encouraged my interest. encouraged my interest يعني شجعوا اهتمامي او شغفي او حبي للعلوم. طب كان ممكن تقول my parents made me interested، جعلوني مهتما. interesting يعني شيق، وinterestingly معناها بشكل شيق او مما يثير التشويق. وانت ممكن تبدا بها الجمله على فكره وتقول لي interestingly I met عمر in the street، مما اثار تشويقي انني قابلت عمر في الشارع. He had not in the test by using a calculator، عمل ايه في الامتحان عن طريق انه استخدم الآلة الحاسبة، اكيد غشة، يبقى cheated. طب ليه ما نستخدمش cheat؟ ما هي cheat يعني غش وغشاش، عشان حضرتك قدامك had عايز بعدها بوست بارتيسيبل ده فعل. This is a not copy of a book by Shakespeare، دي نسخة
ايه من كتاب كتبه شكسبير؟ بص بقى، بايرتس اللي هم القراصنه، دي القراصنه، بايرسي اللي هي القرصنه نفسها، بايرتد معناها مقرصنه يعني نسخه مسروقه من الاخر يعني، يبقى this is a pirated copy يعني هذه نسخه مقرصنه، نسخه مسروقه من كتاب شكسبير. He was never not of anything in his country. هو عمره ما كان ايه باي حاجه في بلده. بايرت يعني قرصان، ديمون يعني يطلب طلب، سبورت يعني يدعم، سبورت الدعم. طب convicted يعني عمره مدان، يعني مدان او متهم، هو عمره ما كان مدان باي شيء سيء في بلده، يبقى convicted. والجمله دي برضو انا جايبها لك من قاموس اوكسفورد. انا بحاول اجيب جمل من القواميس في بعض الاحيان عشان الجمل دي يعني بيكون فيها فكره محترمه، وهي عمرها ما بتكون في اي كتاب خارجي، يعني حاول تتعلم الجمل دي. You always not me of your dad. You look like him. انت شكل باباك جدا، ده انت دايما تذكرني به. يذكر يعني ايه؟ يعني ريمايند. امال ايه مايند؟ مايند اللي هو العقل يعني، وكلمه مايند يعني يمانع. ريمبر يتذكر، ومنشن يعني يذكر. انت دايما تذكرني، ريمايند شخص، اوف يعني يذكر شخصا بي. In points, tell me what the not of social media on young people is. بقول لك في نقاط، اخبرني ما الايه بتاع السوشيال ميديا على على الناس. اجد ما الاثر، اختار كل اللي ينفع. كلمه اثر او تاثير، افكت تاثير واثر، وانفلونس تاثير واثر، وامباكت تاثير واثر. افكت يؤثر، ده فعل. رياكت يعني يعني يرد فعله او يصدر رد فعلا. اكت يعني تصرف. طيب بعد كده to introduce the main idea we use، عشان نقدم الفكرة الأساسية في أي موضوع بنستخدم إيه يا ترى؟ بنستخدم topic sentence، الجملة الأساسية اللي بتكون في كل باراجراف دايما. due to، كلمة due to دي اللي بتساوي because of، دي كلمة بنستخدمها عشان نعبر عن، بص due to و because of و owing to، الناس دي كلها بنستخدمها معناها بسبب، فبنستخدمها عشان نعبر عن reason اللي هو السبب. أمال إمتى بنستخدم حاجات عن result؟ result زي كلمة so وعيلتها، so وذاتس واي وكونسيكونتلي. الكونتراست اي كلمه معناها ولكن، يعني زي بات وهاوفر والزو الناس دول. اديشن زي از والاز واند والاديشن تو. ويتش اوف ذا فولوينج دازنت بيلونج تو ذا سيم جروب اكوردنج تو يوز. ايه من الكلمات دي مش تبع نفس القائمه وفقا للاستخدام؟ يعني ايه؟ واي ليست يعني ولكن، بات معناها ولكن، هاوفر معناهم ولكن، فالكلمات دي كلها معناها ولكن، يعني كلهم تبع عيله استخدام الكونتراست، لكن اند في الاديشن يبقى دي بس المختلفه. Which one is correct؟ ايه من دول صح؟ اهدى بقى كده وتكتك معايا عشان هتفهم ان في هنا اخطاء دقيقه جدا، وانا بصيغ الجمل دي كنت حاولت اكون دقيق، ربنا يسترها من شده الدقه ان ما كنتش عملت حاجه فيهم غلط. I am a rich man، انا راجل غني. I have two mobile phones. دي بسم الله الرحمن الرحيم كده غلط. ليه يا مستر؟ لو انت عايز تقول موبايل فون هتقول لي موبايل، دي نفس جمله اكسبيرت. انت قدامك كده حاجه من اتنين، اكتبها لك في ورقه بره احسن واجيب. بص معايا كده في الثلاث مصطلحات اللي انا كتبتهم لك على السبوره دول. اول واحد عايزك تفهم انك لما تقول كيميكال سبستانسز اللي هي المواد الكيميائيه، دي حضرتك ممكن تستغنى عن كلمه سبستانسز، بس هتخليها بدل ما هي كيميكال تبقى كيميكالز، كان الاس دي حلت محل سبستانسز. لما نيجي نقول موبايل فونز، ممكن نحذف كلمه موبايل كلمه فونز، بس هنقول موبايلز، الاس حلت محل فونز. other people other students other managers other واي اسم، ممكن نشيل الاسم ده ونقول others. يبقى عايزك تعمل كده في نفس اللي احنا عملناه هنا. يبقى الجمله اللي قدام سيادتك كده اصبحت خطا. ليه؟ عشان هو قال لك موبايلز فونز. لو انت عايز تبقى صح يا تقول لي موبايل فون، يا اما موبايل فونز يا تقول لي موبايلز، دي رقم واحد. يبقى الجمله دي كده اصبحت غلط. did you block your car well or you don't know where the car key is؟ هو انت هل انت قفلت العربيه كويس ولا انت نسيت المفتاح فين؟ الجمله دي فيها خطأين. الخطا الاولاني من حيث القواعد، المفروض ان انا بسالك في موقف مضارع، عشان كده استخدمت الناحيه الثانيه or you don't know، فده مضارع، وذا كي از مضارع برضو، فالطبيعي ان انا ما كنتش سالتك did، المفروض كنت قلت لك have you وبعدين التصريف الثالث. ده رقم واحد خطا الاولاني. الخطا الثاني كلمه بلوك دي غلط. بلوك يعني يعيق، المفروض ان انت كنت استخدمت مكانها كلمه لوك اللي معناها يغلق. هو انت قفلت العربيه بالمفتاح ولا انت مش عارف المفتاح فين؟ يبقى الجمله دي فيها خطأين، المفروض ان احنا نسال سؤال في المضارع التام، فنقول هاف يو هاف يو لوكد، وطبعا مش هينفع بلوك فقلنا لوكد. الجمله الثانيه بقى كده اصبحت غلط. الجمله الثالثه اي اولويز فايند ماي سيلف كونفيوجن، طبعا غلط. ليه؟ المفروض انك تقول لي اي اولويز فايند ماي سيلف، انا دائما ما اجد نفسي مرتبكا، يبقى كونفيوزد. الجمله رقم دي يور نيو فلات از اميزنجلي جود وان، الجمله دي غلط. المفروض تبقى ايه بقى؟ المفروض نقول لك يور نيو فلات از ان amazingly good one، المفروض ان احنا نستخدم هنا ان، ما استخدمناهاش يبقى دي غلط. your new flat is amazingly good، طبعا دي صح. خد بالك انت استخدمت الان عشان في هنا صفه واسم، لكن هنا في ظرف واسم وصفه، فما فيش اسماء يعني، فبالتالي احنا استخدمنا رقم اي اللي صح. تاني كده رقم دي
احنا قلنا غلط، لانك عارف لما يكون في صفه وبعدها اسم فانت محتاج اه وان، ما عملناش كده هنا كده غلط. طب اللي بعدها مديني ظرف وصفه ما فيش علاقه بالصفات والاسماء، يبقى دي تنفع، يبقى الاجابه كده رقم ايه اللي صح. We should always know the car oil before driving. لازم نعمل دايما في بترول العربية، زيت العربية قبل ما نسوق العربية. Examine دي يعني يفحص بدقة، ده لما يكون بتفحص عشان تطلع المشكلة. تشيك يعني يفحص ليتأكد، يتأكد من. طيب كلمة تشيك اللي هو الخد، وتشيكي دي كلمة معناها فاشنبل يعني حد كده على الموضة، واد فانكي. طيب وبالتالي احنا استخدمنا تشيك. عايزك تفهم الفرق بين الاثنين، بين تشيك واكزامين. لما انت تكون مثلا مسافر فتروح تبص على الزيت كده تشوفه تمام ولا لا، انت رايح تشوف الحاجه زي ما انت عايزها ولا لا، فدي اسمها تشيك. طب اكزامن، انت عندك مشكله وراح تحلها، فعشان كده انت عينك لما توجعك تروح للدكتور عشان اكزامن ات. طب انت عينك شغاله زي الفل بس انت عايز تروح تطمن يعني، فتعمل تشيك كده. الامتحان ده هو الامتحان يا شباب. عايز اكد على فكره قبل ما انزل او قبل ما اخلع من الفيديو يعني واسيبكم، عايز تعمل حسابك ان الملف موجود PDF انا شيرته على جروب التليجرام الخاص بشهر 10. ده رقم واحد. لو انت من الطلبه اللي بيسمعونا على اليوتيوب، فطبعا انا اصلا انتوي ان انا شاير الفيديو على اليوتيوب، فحضرتك لو متابعني على اليوتيوب فهتلاقي الملف PDF في الوصف، ما نزل الملف PDF وهو واضح عن كده، لكن انا في مشكله عندي تقريبا في الموضوع يعني. طيب الحاجه الاهم من ده كله للطلاب اللي معايا في المحتوى الخاص، حضرتك لازم تكون سمعت الثمان فيديوهات، ما تعديش ولا فيديو. المنهج كبير مش سهل ومش بسيط، وبالرغم ان احنا عملنا 8 فيديوهات الا ان في الامتحانات هجيب لك افكار ما سمعتش عنها برضه. فكده عايزك ما تحبطش وتبقى حد كيوت ولطيف كده، وعايزك تعمل سكرين شوتاتك وتبعت لي لو عندك مشاكل او عندك اسئله وهساعدك. عايزك ما تسيبش سؤال في اي مكان غير لما تحله، الحل هو الحل. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.